رغم شحة الإمكانيات من معدات طبية وأدوية وقلة الكوادر، إلا أن مستشفى عطب الريفي في جبل مراد لا يزال يقدم خدماته المتاحة للمواطنين على مدى 24 ساعة. جهود جبارة يبذلها طاقم المستشفى لتوفير الخدمات الطبية العاجلة للمرضى بالمديرية، كون مديرية جبل مراد تعاني من بعد المسافات عن المدينة ووعورة الطريق التي لا تحمل الأمل بالنجاة للحالات الحرجة في حال قرر الأهالي نقلها إلى المدينة. لا تقتصر هذه الخدمات الطبية على المواطنين فقط، بل جرحى مقاتلي القوات الحكومية من رجال القبائل تستقبل حالتهم يومياً، كون المحافظة تشهد مواجهات عسكرية متواصلة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية. نرجو من الجهات المعنية والجهات المختصة توفير كادر طبي متخصص، إضافة إلى نقص في المعدات والأجهزة المخبرية مثل جهاز السي بي سي، ونحن بحاجة طبيب جراحة عامة على الأقل، وتفعيل جهاز أشعة إكس لكونها منطقة في خط تماس ويعتبر المستشفى الوحيد في مديرية جبل مراد رغم صعوبة الطريق وبعدها عن المحافظة. لذلك نضطر إلى تحويل حالات الجرحى، إضافة إلى الازدحام السكاني من نازحين مديرية رحبة ومأهلية، فتعتبر هذه المستشفى هي المستشفى الوحيد في المديرية. لذلك نرجو من الجهات المعنية والمنظمات الداعمة تفعيل قسم الطوارئ، إضافة إلى توفير المنتقصات في المختبر كجهاز سي بي سي والأشعة وتوفير كادر طبي متكامل. كانت الحكومة قد أولت اهتماما خاصا لهذه المديرية قبل عام 2011 بإضافة مبنى آخر لمستشفى عطبة لإضافة أقسام طبية جديدة ليستفيد منها أبناء مديرية جبل مراد ورحبة، إلا أن تلك الجهود تعثرت استكمالها بعد دخول البلاد في فوضى عارمة لا تزال آثارها التدميرية على المنشآت والمؤسسات الحكومية حتى اليوم، وهو ما حرم المديريتين من الخدمات الطبية في الوقت الذي هي في أمس الحاجة إليه، وظل هذا المرفق الخدمي في طي النسيان لأكثر من 10 سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالإخوة طاقم إعلام قناة اليمن اليوم الذي زارونا إلى المديرية لتلمس احتياجات وما تعانيه المديرية ومن ضمنها ما يعانيه القطاع الصحي في هذه المديرية. وكما شفتم وزرتم المرفق، فالمستشفى يقدم خدمات يعتبر المستشفى الرئيسي للمديرية والذي يقدم خدمات 14,000 نسمة، وبالإضافة إلى تقديم خدمات للجرحى من الجبهات بإمكانيات بسيطة، بحيث نعاني من نقص في احتياجات حول الكادر الصحي حول المعدات الطبية، بالإضافة إلى عدم إكمال المبنى الطوارئ إلى الذي توقف عمله من عام 2011 إلى حد الآن رغم توجيهات من قبل الأخ الشيخ محافظ محافظة مارب سلطان بن علي العرادة، ولكن حصلنا مماطلات من مكتب الأشغال حول المناقصة والبدء في عمل التنفيذ. يرى المختصون والأطباء أهمية تزويد المشفى بالمعدات اللازمة لتفعيل دور المختبرات الطبية والأشعة وكذلك قسم الطوارئ الذي يعد الركيزة الأساسية في استقبال الحالات المرضية العاجلة، وفي ظل غياب دور المنظمات الإنسانية المحلية والدولية التي تنشط في مستشفيات المحافظة، فيما يناشد أبناء المديرية مكتب الصحة والمحافظة بإنقاذ مستشفى عطبة ليقوم بواجبه الوطني من خلال تقديم المزيد من الخدمات الطبية للمستشفى وتجهيز ما تبقى من المبنى المتعثر لسنوات حتى يقوم المشفى بواجبه الخدمي على الوجه المطلوب. بإمكانيات بسيطة وطاقم طبي لا يكاد يحصر بأصابع اليد، يقدم هؤلاء جهود جبارة لا تقل أهمية عن ما يقدمه الأبطال في المدارس لتقديم خدمات طبية لأبناء المديرية وجبهات القتال. عبد العالم دحلان من جبل مراد، محافظة مأرب، قناة اليمن اليوم.